السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بس دلوقتي تمام هنكمل الإجابة على الأسئلة بتاعتكم. انا بص مش خلاف نفسكم حاجة عشان اللي بيجي سؤال بسؤال بنجاوب عليه. كان في عملنا بس وان شاء الله قلنا نثبته الساعة 5 بتوقيت اسطنبول، الساعة 4 بتوقيت ليبيا وتوقيت القاهرة. هثبت ان شاء الله بس نجاوب فيها على الأسئلة، وبرضو قبل الحلقة عشان نشوف تبعتين لها سلام انتوا على البث عندي، هتقول لك سلام كتير. بارك الله فيك، اهلا وسهلا بكم جميعا. احنا هنجاوب ان شاء الله، استاذة منى هتقول لنا الأسئلة واجاوب على البث اللي على صفحة فيري حابها، اللي عشان بس اعرفه اللي هيخش ويكتب تعليق ويسأل ادي احنا اهو بنجاوب على الأسئلة. خلينا نشوف اول سؤال. اول سؤال سارة تسأل، السلام عليكم دكتورة، انا بحبك قوي يا دكتورة، انا عايز اضبط مواعيدي في الصلاة. نعم. ماشي، بس طلب يقع اللهم ثبت يا رب العمل، المهم تطلب ان هي كيف تضبط مواعيد الصلاة. طيب بصوا، موضوع الصلاة يعني خلينا نتكلم فيه ونبقى صرحة. موضوع الصلاة يا بنات ويا زوجات ويا نساء المسلمات، موضوع الصلاة مفهوش يعني إلا المشارطة على النفس، حاجة اسمها المشارطة. أقام الصلاة أقوم أصلي، افضل الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. فانا اكون حريصه تمام الحرص ان وقت الصلاه اقوم اصلي، احافظ على الصلاه، اظبط المنبه، اشوف صحبه صالحه تساعدني، ادعي ربنا، ادعي يا رب اجعلني من مقيم الصلاه يا رب، انا واولادي انا ونفسي، عيني يا رب ان انا اقيم الصلاه، عيني يا رب ان انا اعمل، واشرط على نفسك. ملهاش حل خالص يا بنات، ملهاش حل غير انك تشرطي على نفسك وقت ما ياذن تقوم تصلي. مش انا هجيب لكم مره ان يعني في اخت، الاخت دي يا استاذه منى من احسبها من التوابين والمتطهرين ومقيم الصلاه. احنا نبقى في مجموعه كلنا قاعدين، اول واحده تروح تتوضا، اول واحده تروح تصلي وتقيم، هتقوم وهتقوم، احنا بقى عبال ما نتكلم وتروح الله اكبر تلاقي كله جه عشان يلحق الركعه الاولى. فطبعا شوفوا حد ويعينكم عليه، وفي نفس الوقت تشرطي على نفسك، ملهاش حل الا كده، لازم النفس تاخديها بالامر ده بالعزيمه. الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم مقيم الصلاه. امين يا رب. بعت عايزه ابدا اقرا كتب واقوي ايماني، اقترح عليا كتب. ده سؤال لمنى. منى دي بقى عندنا منى المكتبه، يعني استاذه منى المكتبه. وتنصحيها بايه بقى يا منى تقرا؟ هي والله لو قارئه من قبل، يبدو ان هي يعني قارئة بما أنها اقترحت كتب، ننصحها الآن بكتب الشيخ فريد الأنصاري قبل رمضان. جميلة جدا، بالذات كتاب قناديل الصلاة بما أنه موضوع عن الصلاة، فيتكلم عن موضوع الصلاة بشكل رهيب جدا. فأنا ننصحها بهذا الكتاب، قناديل الصلاة لفريد الأنصاري. تمام. وهو بشكل عام إحنا بننصح دايما على الأقل على الأقل كتب السيرة مثلا، هاتي حاجة في فقه السيرة، هاتي حاجة في العقيدة مثلا، مش هنقول العقيدة التحوية كتاب كبير، خدي حاجة بسيطة في التوحيد والعقيدة، خدي الأربعين النووية مثلا. نعم صحيح. وموجودين كلهم PDF. تفسير مزيل مثلا بأسباب النزول للنيسابوري أو للسيوطي، الحاجات البسيطة، أو تفسير الشيخ السعدي. فيبقى في أرضية وفي نوع من أنواع اللي هو الزاد الإيماني بقى اللي منى بتوصيكي بيه. الله سبحانه وتعالى يجعلك كده من أهل آمين. الحكمة. آمين يا رب جميعا إن شاء الله. يا رب. طبعا طلبات الدعاء دكتورة كثيرة جدا جدا، فأدعي لهم بالجملة. لكل يا رب من كتب تعليق على البث الأخير، تابعونا إن شاء الله دايما، هيبقى كل يوم سبت قبل الحلقة بثلاث ساعات بإذن الله. هنعمل معاكم بس، وان شاء الله نيجي برضو هنا نعمل بس مع استاذه منى. انا عايزه بس اوريكم المنظر الجميل عبال ما منى تشوف السؤال. بصوا ورانا بسفور، وعملنا لكم النهارده ورانا البسفور اسطنبول، حاجه مفرحه جدا يعني. دكتوره سونيا تقول بنتي امنه تحجبت من 4 شهور عمرها 10 سنوات. تبي توجهي لها كلمه منك. طيب انا يعني بنتها قالت اسمها؟ لا لا، امال الام اسمها ايه؟ بنتي امنه. نعم البنت امنه. يا امنه اللهم اجعلك يا رب من الطاهرات العفيفات، اللهم اجعلك يا رب من الحافظات للغيب ما حفظ الله، اللهم اكرمك يا امنه ويثبتك على الحجاب، وخالته هلا بتدعي لك، يعني خالتك هلا ولا تيتا هلا بتدعي لك، قول يا رب كده يا رب يجعلك يعني على ضرب امهات المؤمنين ويجملك ويثبتك، حاجه جميله. ويلا البنات يلا تحجبوا عشان ندعي لكم. يلا دكتورة فاطمة تسأل، لو سمحتي أنا بصلي في البيت يوم الجمعة، بصلي مع الشيخ في التلفزيون، هل كده صلاتي صحيحة؟ لا لأن الأمر خطير يعني. لا 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 لا، لازم طبعا، وفي رأي من الآراء إن يبقى في، لازم ما يبقاش في حاجز كبير بيننا وبين الإمام. وفي ناس يقول لك لا نقرأ عليه طالما يعلمنا الصلاة. تسلمي. عايزة أقول لكم بقى التحية الليبي
التحية الليبي ولا بيقول لك نحبك برشا، دي تبعكم ولا تبع تونس؟ تونس كويس او هلبة؟ هلبة تمام. يعني التحية من الـ من الـ من, الـ من الناس الليبيين. انا صراحة بحب الجالية الليبية، ناس نقيين القلب، حبيبتي نقيين القلب واطهار زي منى كده. مش عايزه اقول لكم انا بقعد ببقى اول ما اشوفها بضحك يعني وبفرح. الله سبحانه وتعالى وانا ناقه فيك صدر الام الحنون. ايوه حتى ساعات نصيحه بارك الله فيك، ساعات بناديها باسم بنتي عايزه اقول لكم يعني فاكره قلت اليوم لما روحت. سبحان الله الله يكرمك يا منى جميعا. دكتوره في سائله اخرى تتكلم كيف تضبط صلاه ايضا، اسمها ايه بقى؟ سارة يعني اقرأ لنا بتاع عشان يفرحوا. سارة عمرو تقريبا. سارة عمرو. نعم. انا عايزه وعليكم السلام دكتوره، انا عايزه تصلي كان كلامه مش واضح بس عايزه انقضي في الصلاه اعمل. طيب اسمعي اللي احنا نصحنا بيه صاحبتك في اول الكومنت وفي اول البث، المشارطه دي ما فيهاش ان انا اجبر نفسي على الامر. في الاول بيبقى فيه صعوبه وبعد كده النفس بتعتاد الطاعه. الباقي دكتورة يطلب التواصل على الخاص يعني. تمام التواصل على الخاص عندكم الصفحة بتاعت هالة سمير ويطلع لكم الرقم والتواصل. نعم هيك تقريبا أجبنا على كل الأسئلة. تمام الحمد لله رب العالمين، أجبنا على كل الأسئلة اللي كانت على البث الحمد لله، وده إنجاز إن شاء الله. إن شاء الله إحنا اتكلمنا على أيام رجب ليلى سعيد، إحنا اتكلمنا على رجب وكده، إحنا ممكن نبقى نعمل المرة الجاية. نعم. إن شاء الله في نهاية شهر رجب ونشوف. طبعا بعيد عن البدع وعن الكلام ده، الأمور اللي طاعة مش رغائب بقى ورغائب رجب والقصص اللي بتحصل عندنا في مصر دي كلها مش كده يعني، الصلاة الرغائبية والرجبية كل ده من البدع إن شاء الله نبقى نتكلم عنه. لكن الحمد لله احنا يعني حريصين ان احنا نجاوب دايما على اسئلتكم والكومنتات اللي انتوا بتبعتوا لنا، حتى البث دوت ان شاء الله الكومنتات عليه والاسئله هنعمله بقى البث الجاي ان شاء الله ونقول بالاسماء ومع الاسئله اللي بتجي لنا على الصفحه. يعني اقل من نص ساعه، نص ساعه ايه قدامنا ربع ساعه بالظبط وتبتدي حلقه فرحه بها. انتظركم ان شاء الله مع الاستاذه منى الجميله. نعم. الخلوقه الطيبه اهل ليبيا عليك. وعلى طول الاتصالات يا منى، هم حتى سالوا على رقم التواصل، كل الارقام بتبقى موجوده وساعات منى بتقراها وساعات يعني بتختصر بتتحط على السكريبت على الشاشه. نعم ربنا سبحانه وتعالى نتواصل على خير. ارقاكم بعد ربع ساعه، يلا الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. فينيش بقى